أهلا وسهلا فيكم متابعينا ومشاهدينا مشاهدي فضائية النجاح في حلقة جديدة من برنامج بانوراما الخليل. هاي الحلقة احنا وياكم نلتقي فيها لحتى نتحدث في موضوع كثير مهمة وكثير حلوة وأكيد بتخص أهالي محافظة الخليل ككل وأيضا محافظات الوطن. كثير من الشخصيات بنتحدث عنها وكثير كمان من الأماكن ما بتعرفوها أكيد بنسلط الضوء عليها أكثر، وأيضا بالإضافة للأنشطة يلي بتكون موجودة وإلها حصة كبيرة في هالبرنامج. اليوم رح نسلط الضوء أكثر على موضوع الكوميديا والتمثيل والمقاطع يلي ممكن انكم تشوفوها ومن خلالها توصل لكم فكرة ممكن تكون أخلاقية، ممكن تكون فكرة بتهتم في واقع الشباب، ممكن تكون كمان فكرة بتقدم خدمات ممكن طبية وكمان شغلات كثيرة بتفيد المجتمع. أنا بحب أنه كمان أسلط الضوء أكثر على هاي المواضيع وبالذات كمان موضوع الكوميديا وموضوع كمان الفيديوهات لأنه كمان بتكون في عليها كثير نسبة مشاهدات. خلينا قبل ما نبلش إحنا وياكم نحكي في هذا الموضوع نتفرج على بعض المقاطع يلي راح تكون موجودة معنا وكمان بعد ذلك نتعرف على أحد طواقم هذا العمل يلي انتم راح تشوفوه وكمان بعد ذلك أكيد راح نتحدث في أمور كثيرة. خليكم معنا. أبا شمعون. أخلا كيف حالك يا شمعون؟ شو خير يا طيخ؟ شو جايت يا ملون تخرب بالخارة؟ بدي أسألك قديش ساعة؟ ها؟ قديش ساعة؟ ساعة؟ استنى شوي، ارجع ورا شوي، ارجع لورا. الساعة 6:45. شمعون؟ ها؟ بدي أطلب منك طلب. ها؟ بدي أطلب منك طلب. شو بدك؟ الساعة 6. كين؟ الساعة 6. كين؟ تجي بتوسكن دارتي. بلا شو شمعون؟ شو مالك يا لديم؟ يا لديم ايه ولد ولد شوفي ما شو ما شوفي يا لديم مش بغبي انا بدي اربي انت تربي بس ربي حالك انت شوفي قول لي شو المشكله بغلط عليه طب شو غلط عليه اهدى وروق اهدى الله يرضى عليك اهدى وروق شوفي قول لي بس شو المشكله انت قول لي شو المشكله يا لديم بيسالني قديش الساعه بقول له 6:45 بقول لي حبيبي الساعه 6 انت بدك تجي تبوس رجلي وقال لك ايه؟ كان طب قديش الساعة؟ الساعة حبيبي 6:50 طب ومستعجل انت تبوس رجله قبل بعشر دقايق انا طفت معي بدي اتريح اليومين مش نايم والله بدها اروح بدي اغفل شوي بدي خلص بدي انام ضبحت هوني ها؟ ضبحت هوني في نص الشارع بدي اتمدد بدي انام نومة كفية خلص بدك تنام في الشارع؟ وشو يعني؟ مجنون انت بدك تنام في الشارع؟ تعدي سيارة تهرسك هرسة، انت تعملها كريسة يا زلمة ان شاء الله بتعدي سيارة، على الأقل في حدا بيشوفنا بيوعى علينا في المنطقة المقطوعة، ما فيش ولا سيارة بتعدي هون يا أخي بما إنه أنا المنطق، فمن المنطق إنه ما تنامش في نص الشارع، بلاش يجي شوفير مع مضوه يا مكثرهم هقيت اللي هو هرسك، كفتة بسوي، فأنا زلمة بقول لك اسمع مني وتعال يا حظ معي اقعد تحت هالشجرة والكاتبة الله بصير بلكي عدل منطقه مش منطقة، هو المنطق تبعك كل جابنا لهون أصلاً خليني على حظي انا الحظ وانا بعرف حالي انا 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 واثق من نفسي يا عمي تكن على راحتك وي عليك ما وقعت وقع مع هذا الحظ مش عاجب النوم على الارض ما طلعش بالنوم على الارض منطقه فندي ايه الله يبعث لنا ابن حلال هيك يشوفنا بلكي طلعنا من هالمكان المقطوع هذا لا كويس مبين يا الله اتكلنا على الله مات مات علي منطق لا حول ولا قوه مات الزلمه مات صاحبي مات المنطق يا صلاتك يا محمد هو البيض عندنا بيشرب تولوين ولا كل جيجه شكل صغير كل بيضه في كيل اي بس كول قول لي شو رايك تخاف شفت السمان في كول
سام نقول بسم الله. ايوه كول مش فاهم يعني كل ورا شكل يعني شو الدعوة يعني كول دوب اعطيني رأيك بس كول توكل على الله قول بسم الله قول ايوه بدنا نبلش حذرة بدرة قال لي عمي عدت العشرة واحد اثنين ثلاثة عشرة في الوقت قلي بسم الله الرحمن الرحيم يا ريت ما حلنا يسري يمري يا ابو عبده اي ايوه إن شاء الله بتكون ارتسمت على وجوهكم البسمة متابعينا ومشاهدينا. استمتعنا كثير في هاي اللقطات والفيديوهات وأكيد أنتم بتتساءلوا يعني هاي الفيديوهات هي من وين. نحكي لكم إنه كل الطاقم العمل اللي موجود فيها هو من مدينة الخليل وبيسعدنا اليوم من خلال برنامج بانوراما الخليل إنه نرحب بأحد الكوادر الموجودين والممثلين اللي شاركوا في هاي الفيديوهات وهو عبد الكريم أبو صبيح. أكيد أهلا وسهلا فيك عبد الكريم. إبك أكثر الله يسلمك. شو أخبارك كيف الحمد لله بالعالم. أهلا وسهلا فيك في برنامج بانوراما الخليل. إبك أكثر في البداية يعني برحب فيك وبشكرك بشكر فضائية النجاح وبتمنى لها مزيد من التقدم والنجاح إن شاء الله يا ربي. يعني انبسطنا إحنا بلشنا يعني زي ما بقولوها في الفيديوهات قبل ما نحكي معك لأنه الفيديوهات كتير ناس بتشوفها ووصلت عدد مشاهدات كبيرة الحمد لله رب العالمين. إحنا الفيديوهات كل يوم في نجاح في عدد مشاهدات أكبر والحمد لله حلو كتير. يعني فكرة موجودة في طاقمها شباب العاملين فيها شباب عندهم أفكار كتير مميزة وكتير رائعة. بالبداية قبل ما نحكي عن الفيديوهات ونحكي عن الأشياء والفكرة اللي أنتوا بتقدموها نحكي عن عبد الكريم. مين هو عبد الكريم؟ عبد الكريم أبو صبيح ابن مواليد الخليل عام 1983 ابن هالبلد بشتغل في بلدية الخليل. حبيت أنضم للشباب اللي بيعملوا سكتشات. بلشت اتعرف عليهم انا تعرفت على المخرج بال 2009 في رحله عمان ان شاء الله بطلع انا وياك عمان يا رب ان شاء الله انا وياك الله كريم. ولما شفت اول عمل فني لهم طرح على الساحه فورا اتصلت فيه وقلت له انا معكم فاستوعبني على رحبه وسعه. بال 2009 بلشت يعني انا بال 2009 تعرفت على اشرف سيد احمد الحسين ومن هناك كانت الصداقه. قبل ثلاث سنين 2015 تقريبا صدر لنا اول عمل فني فكنت في بدايه المشوار معه. ما شاء الله حلو كثير. لاحظت عليكم انه كل الفيديوهات اللي انتم بتقوموا بنشرها على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا هي فيها معنى او فيها رساله بدكم توصلوها. يعني حتى لو كان كوميدي ولكن في النهايه فيها رساله. انا لفت انتباه اكثر من شغله. نعم. عايش بتعتمدوا احنا بنعتمد على انه نحصل على انه وسيله تصل لاكبر عدد من الناس وانه توصل الهدف في المكان الصحيح. انا بدي اوصل رسالتي واخلي الناس تستفيد منها بحيث اني بخلط العمل الهادف بالكوميدي. لانه انا لو بدي اجي اشتغل كوميدي الناس بقول لك يعني اعمالهم كلها كوميديه مسخه. فانا بحط الكوميدي بحط رسالتي بعمل كوميدي هادف حتى تصل لأكبر عدد من الجمهور. طب يعني زي إيش الأعمال الكوميدية اللي أنتوا بتشتغلوا فيها وبتعملوا عليها؟ يعني إحنا بنشتغل على أعمال كوميدية كثيرة بصراحة يعني يعني تفوقنا حوالي 300 عمل كوميدي حتى الآن إذا مش أكثر لحتى اللحظة في ثلاث سنوات هذولا. الرسالة ممكن تكون تحكي عن قصة مريض مثلاً ناول موضوع إنساني عن المحتاجين عن الصلاة بر الوالدين عن الأمور المجتمعية كثيرة كمان عن قناعة شباب كمان. أنا شفت إنه الحظ والقدر والقدر إيش يعني هاي كلها كمان لاحظتها في الفيديوهات اللي انعرضت. لأي أثر أو لأي ممكن مجال ممكن تأثر وتحس أنها تأثر في الشباب؟ والله الحمد لله يعني إحنا الصدى اللي شايفينه بالشارع بالجمهور بالتعليقات والمشاهدات. اليوم تحكي عن وسيلة التواصل الاجتماعي أصبحت متاحة لدى الجميع. الطفل للمرأة للشاب الختيار الموظف كله بيحمل بيستعمل وسيلة التواصل والإنستغرام والشغلات هاي. فإحنا الحمد لله شايفين العدد عم بيزداد عم بتطور الحمد لله. فإحنا عملنا بنحط كل جهدنا إنه يكون عملنا هادف مؤثر
بتقدر من خلاله انك توصل رسالة حتى تفيد المجتمع تخدمه. يعني بالنسبة لخطة القانون وتنظيم السير وحط حزام الأمان، احنا اشتغلنا فكرة على قطع إشارة ضوئية حمراء، فشرد من الشرطة والشرطة عملوا حلم دخلوا المستشفى، فكانت عنوان الحلقة كذبة نهايتها الموت. فمثل انه ميت فمات الشاب، يعني حصلت على 5 مليون مشاهد تقريبا. فاحنا بنوصل رسالة بانه تشد المشاهد من خلالها بحيث انه الكل يحضرها. ممكن تحط عمل كوميدي، تحط نكتة فيها، فهي بتضل ظريفة خفيفة الدم. يعني ممكن تشارك المؤسسات كمان الوطنية والخاصة كمان في انهم يوصلوا هدفهم في توعية المجتمع، وكمان بالإضافة انك انت تشارك المجتمع في اوجاعه في مشاكله. وهذا الاشي اللي انا لفت انتباهي كمان، خلي المتابعين والمشاهدين وانا وياك كمان نروح نشوف العمل اللي انتو قدمتوه، هو رسالة إنسانية حقيقة متابعينا ومشاهدينا، من خلالها قدر إنه يوصل صوت طفل كان بيعاني من إنه مش قادر إنه أبوه يسافره للخارج لحتى يزرع الرئتين أو حتى القلب، فكان عملهم وصل الفكرة ووصل الرسالة وقدر إنه من خلاله ينجح فعلا إنه يودوا هذا الطفل لحتى يتعالج. خلينا إحنا وياكم نروح نشوف المقطع وبعد ذلك نرجع ونكمل. هذول اللي اولاد والله والله كل يوم كل يوم كل واحد فيهم له طلب له طلب، يابا جيب لي ايباد، يابا بدي تلفون، يابا بدي مصروف للمدرسه. طب شو بدك تسوي؟ بدي اتحمل. يعني انت ابو بتعرف، يعني الله يكون بالعون، بس قول لي الله يكون بعونك. الله يكون بعونك. شو بدي اسوي؟ هذول اللي خليك شمعه فوق راسه. الله يحفظك. طلبات يا ابنك الايباد والبسكليت واللعبه هذا مقدور عليه، بس انا مش قادر لطلب ابني. يعني ليش عدم المؤاخذة؟ شو هالطلب الكبير طالبه ابنك؟ عشان هالإشي الكبير مش قادر تجيب له إياه يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طول بالك يا حاج، مالك؟ لا إله إلا الله. لما ابنك بشوفك كل أكبر واحد في الدنيا بتقدر تسوي له كل شيء، بتبقى ضعيف قدامه عاجز عن طلب. هدي حالك، ابنك ماله؟ ابنك شو بده يعني؟ شو ناقصه؟ ابني بده قلب. قلب؟ قلب. ابني بحاجة لزراعة قلبه رئة. كل يوم بقول له يابا بكرة، بكرة يابا أحلى، بكرة يابا بيجي الفرج، بكرة يابا الله بفوجع علينا وباخذك بعمل لك العملية. أكلت. أنا أملي بالله كبير، بستنى كل يوم، استنى كل يوم اللحظة بلحظة بستنى بسنة، لعل وعسى بيجي اليوم اللي بقدر أوقف نهايتي، بقدر ألاقي حدا يساعدني أزرع له أوراق. طب يا حاج معلش، يعني سؤال عدم المؤاخذة، يعني شو اللي بيمنع إنك تزرع لابنك؟ يعني شو اللي بيمنع علاجه؟ يعني أنا مش فاهم. ابني بحاجة لإجراء عملية بقى، هذه تكاليف عالية شوي، شايف وضعنا صعب كتير وعشتنا بهالبلد صعب. اهلا فيكم مجددا. يعني هو مقطع جدا خليني اقول في نوع من انواع الحزن، وممكن تأثرنا كلنا، وأنا تأثرت وشفتك كمان أنت تأثرت كثير في الفيديو، وهذا ممكن كمان يميز الممثل إنه يعيش الدور لحتى يوصل رسالته، وأنت وصلت الرسالة ما شاء الله بشكل كثير حلو وراقي. تحكي لنا يعني ليش أنتوا حبيتوا تخصوا هذا الطفل اللي هو مالك على ما أعتقد في موضوع إنه تشاركوا في علاجه؟ في البداية يعني بوجه تحياتي لمالك الأواسمي، وبتمنى له الشفاء، وإن شاء الله برجع من الهند، هو على أبواب السفر على الهند لإجراء العملية إن شاء الله، فبتمنى له الشفاء العاجل في البداية إن شاء الله. مالك الأواسمي طفل دق جميع الأبواب، ولكن كانت الأبواب مغلقة للأسف وجهه، فتوجهونا لأبو مالك الأواسمي طرح علينا الموضوع. طبعا إحنا أخذنا الفكرة على السريع على الجدية المطلقة، قعدنا أنا والأخ أشرف الحسيني نضال يغمو وحطينا خطة فورية على المحل، وحطينا طريقة كيف نرسم هذا العمل اللي من خلاله نقدر نوصل رسالة مالك الأواسمي للعالم. فأنا هون عشت
دور أبو مالك الأواسم، الأب الحقيقي اللي مش قادر يوفر لابنه. ليش؟ فيش حدا سامعه. فما بقدر أنا أجي هون أمثل تمثيل، أنا لازم أعيش الدور كحقيقة، كوالد لمالك وكأخ لمالك وكصديق لمالك، لأنه ابن هالبلد وإحنا أولاد هذا البلد. فالمسلم أخو المسلم، يعني لازم أحس فيك وتحس فيه. عشان هيك أنا هون عشت الدور كأبو مالك، كجرح أبو مالك، أم مالك، أهل مالك مالك الأواسمة اللي نقدر نوصل رسالته. والحمد لله رب العالمين. يعني في ناس كثير عمالهم بتسألوا هلا انه هل وصل لمرحله انه الكل استجاب ووصلت رسالتكم لرئيس ولا وزير الصحه؟ نعم، احنا هون بنشكر فخامه الرئيس اللي يعني ما قصروا في الموضوع ولا تركوه، ما وصلتهم رساله، ووزير الصحه كمان اتصل على الهواء مباشره، الموضوع مالك الأواسمة عندي، والحمد لله كانت أيام معدودة وكانت أوراق مالك الأواسمة جاهزة. ما شاء الله عليكم، يعني الحمد لله بالإحترام. أنت حكيت لي عن الطاقم، أنكم قعدتوا رسمتوا فكرة بغض النظر قصة مالك أو القصة الأخرى، يعني أنتوا بتقعدوا مع بعض كل بعض، كم واحد أنتوا ومين هم وشو كل واحد ودوره؟ نعم، إحنا تقريباً 9 أشخاص، ببدأ بالمخرج أشرف سيد أحمد، مخرج ومصور وصاحب الافكار يعني اللي احنا بنشتغل من خلالها، اخونا اشرف السعفين مصور معنا، الاخ سامر الدره ممثل بوجه له الاحترام والتحيه، وصديق العزيز منجد الايمري تم الافراج عنه من سجن الاحتلال مؤخرا، الف الحمد لله على سلامته، الله يسلمك، وصديقي نضال يغمور اللي قام معي في دور مالك الاواسمه، ويزن القواسمه كمان، ويونا الزاهدي اخونا وحبيبنا. كل الاحترام، ما شاء الله طاقم مميز ورائع، ويعني ممكن في ناس كثير وانا من ضمنهم اتفاجأت انه كل هالعمل بيقوموا فيه هذول الافراد بشكل ممكن بسيط، مش هالامكانيات اللي موجوده عندكم، ولكن قدرتوا انكم توصلوا الرساله. الشغله مش في الامكانيات، الشغله في القوه، بانك انت تقدر انك انت توصل رسالتك للناس وتاثر فيهم ويصدقوك، هذا اهم شيء. نعم، يعني بتلاقي انه الناس بيصدقوك وبيحترموا الشيء اللي انت بتقدمه. الحمد لله رب العالمين. احنا زي ما قلت لك انه احنا بنشتغل على افكار انه نفيد الناس من خلالها، فكره اللي بتفيد الناس بتلاقي انه في ترحيب من قبل الجمهور، في سعاده، نشكركم كل الاحترام لكم. خلال التعليقات هذه هم بيعطونا نوع من الدعم، من القوه، من نوع من الاستمراريه في العمل هذا. بصير انا بدي احاول انه اوصل اليوم فكره وبكره فكره وبعد فكره، كل ما اتناول قضيه في المجتمع بحيث اني افيد مش بس اهل فلسطين، انا وين بقدر اوصل صوتي بحيث اني اخدم. في شكل سريع جدا، شو حلمكم؟ نعم، شو الحلم؟ الحلم يعني ومن لم يحب صعود الجبال يعش ابد الدهر بين الحفر. كل انسان بيحلم انه يكبر ويطلع ويصير ويصل لمجال ابعد من هيك. وين ممكن توصلوا؟ ان شاء الله يعني للتوب ان شاء الله. ان شاء الله كل واحد بيقول شغله اكيد لازم يكون عنده الاصرار، واكيد راح توصل باذن الله، لانه ما شاء الله عليكم رائعين ومميزين، وانت كنت ممثل عنهم وبتنقل رسالتهم جميعا كل الطاقم. احنا ما بنقدر ناخذهم كلهم، ولكن اكيد كان يعني بودنا انه ناخذ الجميع، ولكن يعني في النهايه كل الاحترام والتقدير لكم جميعا. بارك الله فيك عبد الكريم وكل الطاقم المميز والرائع، برسل تحيه من خلال هالبرنامج لكم جميعا، يعطيكم الف عافيه. واكيد انبسطوا كثير متابعينا ومشاهدينا في هذه الحلقه، في الفيديوهات اللي قدمناها لكم وعشناها احنا وياكم، وبنرجع بنقول انه طبعا كل هاي الشغلات اللي انتم شفتوها هي من مدينه الخليل ومحافظة الخليل، ككل شبان حاولوا انهم يوصلوا رساله حلوه ومميزه، ابتكروا فكره انه يطلعوا في سكتشات لحتى يوصلوا نصائح ويوصلوا كمان بعض المعلومات اللي ممكن كثير من المشاهدين فاتتهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وهي كمان يعني خطوه كثير مميزه بانه الواحد يستغل مواقع التواصل الاجتماعي بشغله ايجابيه لافراد المجتمع. بنشوفكم بحلقات اخرى قادمه متابعينا ومشاهدينا ضمن برنامج بانوراما الخليل. إلى اللقاء.